السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمرين المتتاليات باك 2010 الدورة العادية شعبة العلوم التجريبية. إذن نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة بما يلي: UN زائد واحد تساوي 3 UN ناقص واحد على 2 UN، U0 تساوي 2. بين بالترجع أن UN ناقص واحد أكبر قطعا من صفر لكل n من n. البرهان بالترجع هذا السؤال اعتيادي دائما تعطيوه. اذا البرهان بالترجع اول خطوه هي التحقق. اذا من اجل ان كتساوي لنا صفر لدينا دائما في التحقق كنبدا باول قيمه ديال ان تنتمي الى ان. إذن أول قيمة هي صفر. إذن يو صفر ناقص واحد تساوي ماذا؟ إذن يو صفر اثنان ناقص واحد تساوي واحد. إذن واحد راه أكبر قطعا من صفر. إذن يو صفر ناقص واحد أكبر قطعا من صفر ليكن ان عنصرا من ان. نفترض إذا نفترض أن UN ناقص واحد أكبر قطعا من صفر، ولنبين أن UN زائد واحد ناقص واحد أكبر قطعا من صفر. إذا غادي نحسبوا هذا الفرق هذا ونلقاوه موجب. إذن UN زائد واحد ناقص واحد، كنعوض UN زائد واحد بالقيمة ديالها، ثلاثة UN ناقص واحد على جوج UN ناقص واحد. إذن غنوحدو المقامات، راه بحال اللي عندي مكتوب هنا واحد على واحد، أي جوج UN على جوج UN. إذن مقام واحد جوج UN، ثلاثة UN ناقص واحد ناقص جوج UN. إذن ثلاثة UN ناقص جوج UN هي UN ناقص واحد على جوج UN. إذن أنا خصني نبين بأن هذا التعبير أكبر قطعا من صفر. إذن لدينا UN أكبر قطعا من صفر، أو حسب المعطيات لدينا UN ناقص واحد أكبر قطعا من صفر، و UN أكبر قطعا من واحد، أي أن جوج UN راها أكبر قطعا من الصفر. وبالتالي خارج تعبيرين موجبين هو تعبير موجب، وبالتالي UN ناقص واحد على جوج UN أكبر قطعا من الصفر، أي أن UN زائد واحد ناقص واحد راهي كذلك أكبر قطعا من الصفر. إذن UN زائد واحد ناقص واحد أكبر من الصفر، وبالتالي الافتراض الترجح صحيح، أي أن UN ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر مهما يكون n تنتمي إلى n. السؤال الموالي: نعتبر المتتالية vn المعرفة بما يلي: vn كتساوي لنا un ناقص واحد على جوج un ناقص واحد. السؤال جوج ألف بين أن vn متتالية هندسية أساسها واحد على جوج. إذن متتالية هندسية يعني خصني نحسب vn زائد واحد ونلقاها كتساوي واحد على جوج vn. إذن لنبين أن vn متتالية هندسية. إذن كنحسبو الفرق ديال vn زائد واحد ناقص أو vn زائد واحد خصني نلقاه كيساوي لنا واحد على جوج vn. إذن
غنبدا ب في ان زائد واحد. اذا في ان زائد واحد هنا عندي يو ان ناقص واحد على جوج يو ان ناقص واحد. اذا في ان زائد واحد يعني غادي نضيف ان، غادي نضيف واحد الان. اذا فيما لقيت ان غادي نضيف ليها واحد، كانت يو ان غترجع يو ان زائد واحد ناقص واحد على جوج يو ان زائد واحد ناقص واحد. اذا دابا غادي نحسبوا الفرق يو ان. اذا هاد الشيء هذا نكتبوه هنا. اذا يو ان زائد واحد نعوضها بالقيمه ديالها، هي 3 يو ان ناقص واحد على جوج يو ان ناقص واحد على جوج يو ان زائد واحد، اي جوج مضروبه في 3 يو ان ناقص واحد على جوج يو ان ناقص واحد. اذا غنوحدوا المقامات، ناقص واحد يعني ناقص واحد على واحد، اي ناقص جوج جوج يو ان على جوج يو ان، نفس العمليه في المقام. اذا دابا نحاولوا نبسطوا الكتابه. اذا 3 يو ان ناقص واحد، اذا عندنا 3 يو ان ناقص واحد ناقص جوج يو ان. اذا 3 يو ان ناقص جوج يو ان هي يو ان ناقص واحد. في البسط غادي اولا في المقام غادي ننشر جوج في 3 يو ان هي 6 يو ان، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج ناقص يو ان، جوج يو ان على جوج يو ان، 6 يو ان ناقص جوج يو ان هي 4 يو ان. اذا ممكن مباشرة نكتبو 4 يو ان ناقص جوج على جوج يو ان. اذا بس نبسطو هاد التعبير، غادي نضربو في المقلوب ديال المقام، يعني يو ان ناقص واحد على جوج يو ان مضروبة في جوج يو ان على 4. يمكن لي نعمل بجوج، غيبقى لي جوج يو ان ناقص واحد. اذا نختزلو بجوج يو ان، اذا شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا يو ان ناقص واحد على جوج عامل جوج يو ان ناقص واحد. اذا هاد التعبير هذا راه هو في ان. اذا في ان على جوج، اي واحد على جوج في في ان، وبالتالي في ان متساليه هندسيه اساسها واحد على جوج، وحدها الاول في زيرو تساوي ماذا؟ اذا في زيرو كنعوضو يو ان، كنعوضو هنا بالزيرو هنا بالزيرو، يجينا يو صفر ناقص واحد على جوج يو صفر ناقص واحد. نعوض يو صفر بجوج، غيجي جوج ناقص واحد هي واحد على جوج في جوج 4 ناقص واحد هي 3. إذن لقينا الأساس واحد على جوج، والحد الأول واحد على 3. إذن لقينا بأن الأساس غنوضع كي هي واحد على جوج، والحد الأول هو واحد على 3. واستنتج أن إذن كتابة هاد السؤال كيقول لك إما استنتج ولا اكتب ان يو ان بدلالة ان. اذا كتابة يو ان بدلالة ان، ولا استنتاج ان، استنتاج ان يو ان تساوي واحد على 3 في واحد على جوج ان. اذا في الاستنتاج راه كيبان لي داكشي اللي توصلت ليه هو صحيح او خطأ. إذا الحد العام ديال المتتالية هندسية يكتب على هذا الشكل، على الشكل في بي كيو
اس ان ناقص بي، هذه الصيغة العامة. زد بي هو الحد الأول، إذن هو هنا U، هنا لدينا في ماشي. إذن في ان كتساوي لنا في بي كيو ان ناقص بي. إذن في ان الحد الأول هو في زيرو، والأساس هو واحد على جوج. أس ان ناقص زيرو أي أس ان في زيرو حسب داكشي اللي توصلنا ليه هي واحد على ثلاثة. إذن هي واحد على ثلاثة، واحد على جوج أس ان، مما يكون ان تنتمي إلى ان. السؤال الموالي جوج باء، بين أن يو ان تساوي في ان ناقص واحد على جوج يو ان ناقص واحد. إذا لدينا علاقة ما بين يو ان و في ان، هاد العلاقة هذه منها غادي نحاول نكتب يو ان بدلالة في ان. إذا لدينا في ان تساوي يو ان ناقص واحد على جوج يو ان ناقص واحد. إذن هنا في ان على واحد. إذن هذه العلاقة تكافئ ماذا؟ إذن كنضرب في ان، يعني جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذن في ان مضروبة في جوج يو ان ناقص واحد تساوي واحد مضروبة في يو ان ناقص واحد. إذن نقوم بنشر التعبير الأول، في ان في جوج يو ان هي جوج يو ان في ان، في ان في ناقص واحد هي ناقص في ان، يو ان كنجيبها في الطرف الأول ترجع ناقص يو ان، كيبقى لي ناقص واحد في الطرف الثاني. إذن دابا غادي نحاول نعمل، إذن جوج يو ان في ان ناقص يو ان، هاد ناقص في ان ديال الطرف الثاني غترجع في ان ناقص واحد. إذن دابا غادي نعملو يو ان، إذن يو ان عامل في الطرف الأول غادي يبقى جوج في ان، في الطرف الثاني غيبقى ناقص واحد تساوي في ان ناقص واحد. إذن يو ان تساوي هاد التعبير غادي نديه للطرف الثاني، إذن غادي نقسم عليه في ان ناقص واحد. إذن هذه هي النتيجة المطلوبة. ثم استنتج أن ليميت ديال يو ان كيساوي لنا واحد. ليميت ديال يو ان، إذن باش نحسب ليميت ديال يو ان خصني نكون حاسب يو ان بدلالة ان. إذن باش نحسب يو ان بدلالة ان خصني نعوض في ان بالقيمة ديالها، وهنا لقيت يو ان بدلالة ان. إذا لنستنتج أن ليميت ديال يو ان كتساوي لنا واحد. إذا لدينا يو ان تساوي، غادي نعوض في ان بالقيمة ديالها، أي بهاد القيمة هاي. إذن واحد على ثلاثة، واحد على جوج، ان ناقص واحد، جوج في واحد على ثلاثة يجي على ثلاثة، واحد على جوج، ان ناقص واحد. إذن غنحسبو الليميت ديال هاد التعبير هذا. لدينا ليميت ديال واحد على جوج أس ان بلس انفيني يساوي صفر. لماذا؟ لأن واحد على جوج أس ان، واحد على جوج محصورة بين واحد وناقص واحد. إذا لأن واحد على جوج محصورة بين واحد وناقص واحد، إذا ليميت، إذا ليميت ديال يو ان كيساوي لنا ليميت ديال واحد على ثلاثة، واحد على جوج ان ناقص واحد، جوج على ثلاثة، واحد على جوج ان ناقص واحد. إذن هاد التعبير هذا الليميت ديالو غيمشي للصفر، وهذا غيمشي للصفر.
إذا شنو غادي يبقى؟ يبقى ناقص واحد، هادشي كامل صفر، إذا ناقص واحد على ناقص واحد، أي هو العدد واحد. السؤال الموالي: احسب الليميت ديال دبليو ان، حيث دبليو ان هي المتتالية المعرفة بما يلي. دبليو ان كتساوي لنا الالان ديال يو ان. اذا احنا لقينا في السؤال جوج باء بان الليميت ديال يو ان كتساوي لنا واحد. اذا الليميت ديال دبليو ان اللي كتساوي لنا الليميت ديال الالان ديال يو ان تساوي ماذا؟ اذا الليميت ديال يو ان في بلس انفيني عطاتنا واحد. اذا الليميت ديال اش؟ غادي يجينا الالان ديال واحد. اذا الالان ديال واحد هو صفر.